وكان اخر هالمحاوله مره اخرى عن طريق اللاعب المالي شيبان تراوري. مره اخرى كترجع الكره عند لاعبي فريق الجمعيه السلويه، تمريره عاليه شيبان تراوري كيسجل. ثالث محاوله نتابع مره اخرى، هذه المحاوله كانت كره عاليه هذه المره، كره راسيه نتابع مره اخرى، ما كانش كره صعيبه ولكن الكره خدعات الحارس اوزوكا بعد ما ارتطمت بالارض. نتابع مره اخرى، هل كان اللاعب شيبان ينتظر كره مثل هذه؟ كره عاليه نتابع كيف دخلت الكره، يعني كنوضعوا انفسنا في مكان الحارس محمد اوزوكا اللي كان حاضر لحد الان في هذه المباراه، ولكن مع الاسف الشديد هذه كان متبوع فريق الفتح الرباطي 39 نقطه، ثم الرجاء 37 نقطة، واتحاد طنجة 37 نقطة أيضا، ثم الأندية اللي عندها 34 نقطة. هذه فرصة لفائدة فريق النهضة البركانية الكأس، تمرير والهدف الثاني ديال فريق الكوك المراكشي. نتابع، لاحظوا الموقع الذي يوجد فيه اللاعب عبد المولى بن رباح بمفرده، وسدد بكل قوة بكل تركيز في المرمى ديال الحارس محمد أوزوكا ليؤكد نتيجة التفوق لنادي البركانية في هذه المباراة. 2-0 إذن في هذه المباراة حتى الآن،